ينضم إلينا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف من لندن الأكاديمي والسياسي العراقي الدكتور صباح الخزاعي. مرحبا بك دكتور صباح. يعني على الرغم من كل ما رافق العملية الانتخابية من مقاطعة شعبية كبيرة، تزوير هائل، إحراق لصناديق الانتخابات، إلا أن شركاء العملية السياسية ماضون في تشكيل حكومتهم وكان شيئا لم يكن. كيف يمكن تفسير ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التفكير مالته واضح، لان الرائد في العمليه السياسيه البائسه وهو المحتل الامريكي لا زال مصرا على ان هذه الانتخابات يجب ان تنتج حكومه مهما يكن لونها. والسبب في ذلك يبدو لي انهم لم يتوصلوا الى قناعه لحد الان في تغيير جوهري في العمليه السياسيه في العراق. والا هذه الانتخابات يعني حقيقه من أسوأ يعني الانتخابات في العالم. والطامه الكبرى هو المفوضيه المستقله للانتخابات هي متهمه بالتزوير، وتم اتاحتها وتسجيل او تعيين قضاه في اداره العمليه الانتخابيه او الطعون وغير ذلك، وهذا دليل على ان الانتخابات بائسه ومزوره وغير شرعيه. يعني حتى الحكومة تنتج عنها يفترض معايير الدولية تكون حكومة غير شرعية، وحتى البرلمان غير شرعي. نجمع هنا وهنالك بأن الذين حرقوا الأصوات الناخبين هم متنفذين من حكومة، من أحزاب متنفذة. طيب من هم هؤلاء؟ وإذا كانوا من ضمن الأحزاب المتنفذة يفترض أن 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 يتم إدانتهم أو إخراجهم من العملية الانتخابية برمتها. أنا أتكلم من الناحية المهنية. يعني ما الذي يحدث؟ يعني فيبدو لي أن العملية يعني بائسة جدا، وأطمن العراقيين بأن الحكومة والبرلمان سوف لن يصمد أكثر من سنة أو سنة ونص. هاي إذا صارت حكومة. طيب. يعني في ضوء ما ذكر آنفا عن مضي الشركاء في تحالفاتهم لتشكيل الحكومة المقبلة، ما الذي ستستفيده تلك الأحزاب من إعادة الفرز يدويا؟ لا شيء. يعني هذا الفرز اليدوي لن يقدم ولا يؤخر. صوت مالتي واضح؟ نعم واضح أستاذ صباح. هذا لن يغير على الإطلاق، لأن المحكمة الاتحادية مسيسة التي يفترض ان تحكم بالامر. يوم 30 من الشهر البرلمان يعتبر غير شرعي او يعني ما له اي سلطه على الاطلاق. وبالتالي الملعب واضح بالنسبه لشركاء العمليه السياسيه، وهؤلاء هم فقط لاعبون يعني قطع شطرنج لا اكثر ولا اقل، من اجل اظهار انه هنالك حكومه تم يعني انتاجها من هذا المخاض العسير. هناك امر خطير هو مخاض التزوير. يعني استاذ صباح، هناك امر يعني بالغ الخطوره ربما، يعني من عمليات تخويف للمجتمع العراقي. الان بدات نغمه جديده، يعني صخب سياسي، عمليه تخويف الراي العام في العراق من ان العراق ذاهب الى الانهيار الامني اذا ما تم اعتراض نتائج الانتخابات. ما مدى تاثير هذا التخويف على المجتمع؟ هو هذا لغرض التسويق. يعني هم يعرفون لا يمكن ان ينتجوا حكومه، لا يمكن ان يقيموا انتخابات نزيهه وحره وخط الشروع واحد لكل الناس. يعني هم يعرفون كل زين بان هذه الانتخابات هي مزوره، والمقاطعه يفترض ان تكون والمقاطعه موجوده. يعني 44% هذا كذب غير صحيح. يعني كل التقارير تقول هم 19 الى 21.5% والذين شاركوا بالتصويت. وبالتالي فالذي يهمهم هو فقط يلبوا طلبات المحتل الامريكي ومعه النظام الايراني. ليبدو لي انهم يعني عندهم هدنه في العراق، لكنني انتظر يعني مشتريات مفعول يعني العقوبات الاقتصاديه التي قرر ترامب ان يقيمها ضد النظام الايراني. عند ذلك لكل حادث حديث. طيب. انا اقول يعني حتى اذا يعني تشكيل هذه الحكومه، فالحكومه تكون فاسده عرجاء غير شرعيه، لا يمكن ان تقدم ولا تؤخر. وبالتالي ليس هنالك على فكره في النظام العمليه السياسيه مثل الاحتلال ولي حدنا، ليس هنالك ثقافه معارضه وحكومه، الكل يريد ان يشارك في هذه الحكومه. يعني حتى بعض الناس يقول لك يعني الفاز والذي يفوز يجب ان يشارك في الحكومه. اذا رجعنا نفس الطاش والحمام،
نفس الاشياء، نفس المحافظه، نفس الكتل، نفس الوجوه، ما دامت نفسها تابعه لسائر التكتلات والاحزاب. يعني اذا كانت نفس الاساليب ونفس الوجوه، ما الداعي للانتخابات؟ ام ان المشهد العراقي استاذ صباح هناك عوامل اخرى تشكله المشهد السياسي في العراق؟ نعم، هنالك عوامل، وهو العامل الاقليمي. هو الصراع الاقليمي، ما يحدث في اليمن مهم جدا، ما يحدث في سوريا، ما يحدث في لبنان. هنالك عامل تخريب في المنطقه اسمه النظام الايراني الصفر، وادواته موجوده وادواته موجوده في اليمن وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق. فهي كلها يعني صفقه كامله. العراق ليس وحيدا على الاطلاق في هذه المعمعه او هذا الخرق السياسي او ما يسمى يعني بالربيع العربي، لا يمكن على الاطلاق ان يكون العراق يعني خارج هذه اللعبه. والذي يمثل العمليه السياسيه نفس الوجوه العامه، يعني فرق 19 سنه لا يقدم ولا يأخذ، ليس هنالك انتاج، ليس هنالك مشروعيه بقاء. وهذه الانتخابات يعني لحسن الحظ العراقي انها انتخابات مدوره كما السابق. واعتقد الامور يعني الجاري انا كنت اعول على قضيه الاقتصاد الذي ستقيمه الولايات المتحده الامريكيه ضد ايران. اذا خرجت ايران من المشهد العراقي ممكن العراق ان يتعافى وممكن ان يجرى انتخابات. انا يعني يفترض على المحتل الامريكي ان وممثل الامم المتحده اذا صدق اكو هناك ممثل شريف وعزيز ويرعى حقوق الانسان ان يشكل حكومه طوارئ وطنيه ويلغي الانتخابات بالكامل وتشكيل دستور جديد، لكنهم لا يسمعوا. يعني في الامر بيدهم، يعني والمحتل الامريكي عنده اجنده والمحتل الايراني عنده اجنده. فننتظر ما الذي سيحدث في سوريا وفي اليمن وفي لبنان، عند ذلك لكل حادث حديث. شكرا جزيلا لك دكتور صباح الخزاعي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن الاكاديمي والسياسي العراقي.